دل على السلامة أستاذ سلامة. الله يسلمك يا بابا. كنت فين يا حيلة؟ بقى أنا قاعد أسيب البيت وفاكر إن أنا سايب ورايا الراجل أعتمد عليه، أو ما أرجع ألاقي مصيبة وفضيحة وأنت طفشان من البيت زي العيال الصغيرة. أنا قاعد أحرسك على مالي، أقول أهو مالي ابني برضه، تقوم أنت اللي تسرقني. ما سرقتش حاجة يا بابا، الفلوس دي من الأول ما كانتش فلوسنا وهي رجعت لأصحابها. الفلوس اللي انت خدتها دي لازم ترجع، وانا مش هيحصل لك. طيب يا ريت الفلوس ترجع اللي راح. ما هي تربيتك يا اختي، تربيتك ولا على رأي المثل، يكفي القدر على فمها. ها أنا ماشي يا ماما، حضرتك عايزة حاجة؟ ما تمشيش يا ابني، خليك معانا. سيبيه سيبيه، هو اللي رفض النعمة برجليه، سيبيه يتلطم بره عشان يعرف العز اللي كان عايش فيه. خليه يشتغل عند الغريب ويتمرمط عشان كان ملطوش كل اخر شهر. يبقى سلمنا على الست فاتن. عموما انا مسامح في المبلغ اللي خليته، مش خسارة في ولادها. اما انت بقى بالسلامة وتبقاش تقطع الجوابات، وبقى طمنا عليك كل كام شهر كده مرة. ها انت خلاص بقيت راجل، لازم تعتمد على نفسك، ما تستناش مساعدة من ابوك ولا امك. الحيلة ماشي. سلام. ازيك يا طه؟ أنا مش عايزة أتجوز من حد خالص، أنا بكرهه، بكرهه يا سلامة، أنا بكرهه جدا. معلش يا توحة، للأسف مفيش طريقة تانية، أنت اللي اخترتي مصيرك بإيدك. أيوة بس ده طلع ندل ولف دماغي وضحك علي. توحة أعتقد إن أنت ما عملتيش حاجة غصب عنك، أعتقد برضو إن أنت من البنات اللي مش ممكن يضحك عليهم بمجرد كلمة حلوة. مالك يا ابني؟ أنا حاسس كده إن فرحتك ناقصة. روحي عند ماما وجعني أوي يا عم أحمد، أول مرة أشوفها مكسورة بالشكل ده. ما هو مفيش حاجة تكسر البدقانة غير ضمان. ولا توحى هي كمان. بس هنعمل إيه بقى؟ هيفيد بينا ده دلوقتي. بابوك عامل إيه؟ بابا والله ما أنا عارف أقول لك إيه يا عم أحمد. بابا زي ما يكون شمتان في اللي حصل في ماما. ده حتى اللي ما قاليش تعالى يا ابني خليك اقعد جنبنا في المصيبه اللي احنا فيها، كانه ما صدق وخلص مني. ما تقولش كده يا مان. انا خايف قوي يا ام احمد. خايف من ايه؟ خايف ليكون اللي حصل ده مش مجرد نهايه للسايبان اللي كان عندنا في البيت، خايف ليكون اللي جاي اسوأ منه، وساعتها اي حاجه حصلت مفيش اي حد هيقف قصادها، لا انا ولا اي حد تاني.